عجيبة في التعامل مع أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقل مثل ما قد قال. أنا أوصي نفسي وإخواني بأن نحفظ هذه الوصية في الصفات عموما. الصفات عموما نمضي فيها على هذه القاعدة. مثلا نؤمن بأن الله استوى على العرش، من أين جئنا بها؟ الرحمن على العرش استوى. نؤمن بأن لله يد، من أين جئنا بها؟ من النصوص في الكتاب والسنة. أي شيء ثبت في الكتاب والسنة نقوله ونؤمن به ونثبته كما جاء، لا نعترض ولا ننتقد ولا نكيف ولا نمثل ولا نحرف، كل ذلك باطل. ولهذا الإمام أحمد يقول في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الصفات: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. والإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: ندور مع السنة حيث دارت. هذه طريقتنا، يعني الذي ثبت في الكتاب والسنة نثبته، والذي نفي في الكتاب والسنة ننفيه ولا نزيد على ذلك. هذا معنى قوله: فقول مثل ما قد قال. إذا فعلت ذلك ماذا تحصل؟ تنجح. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. ومعنى تنجح أي تفوز بالظفر وتسعد وتربح في الدنيا والآخرة. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. في ختام الكلام على هذه على الرؤية أنبه على شيء، الشيء مهم وأرجو أن يرعيه الإخوة الانتباه. الحديث، حديث الرؤية، حديث جرير، تأملوه بتمامه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وانظروا إلى نصح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مرة ثانية الحديث يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الحديث في أوله عقيدة وفي آخره عمل. العقيدة ما هي؟ إنكم سترون ربكم يوم القيامة. وهذه العقيدة في قلوب المؤمنين، يعتقدون أن أهل الإيمان سيرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والمؤمن صادق الإيمان وصحيح اليقين لما يسمع هذه الكلمة أو هذا الخبر العظيم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، أي شيء يتحرك في قلبه؟ دعونا من الغافل، ودعونا من اللاهي، ودعونا من الذي أخذت قلبه الدنيا، لكن الشخص المؤمن صادق الإيمان صافي اليقين لما يسمع إنكم سترون ربكم يوم القيامة، ما الذي يتحرك في قلبه؟ أليس يتحرك في قلبه الشوق لهذه الرؤية وطمع في تحصيلها ومحبة لنيلها؟ هذا الذي يتحرك في القلب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر للصحابة هذا الأمر وتحركت قلوبهم شوقا إليه وطمعا في تحصيله ورغبة في نيله، نبه على العمل الذي به تنال الرؤية، وأن الرؤية ما تنال بمجرد الإيش؟ الأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، المسألة ليست أماني، المسألة جد واجتهاد ونصح للنفس وعمل بطاعة الله، ليس الأمر بمجرد الأماني. ولهذا لما ذكر لهم العقيدة وهي أنهم سيرون الله، أرشدهم إلى العمل والجد في طاعة الله حتى ينال الإنسان ويكرم يوم القيامة برؤية الله. ولما ذكر لهم العمل ذكر لهم أعظم الأعمال البدنية وهي الإيش؟ الصلاة.
قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس يعني إيش؟ صلاة الفجر الفريضة، وصلاة قبل غروبها يعني صلاة العصر الفريضة. وهذا فيه أن المحافظة على الصلوات الخمس وأعظمها هاتان الصلاتان من أعظم أسباب رؤية الله يوم القيامة. أليس فيه ربط بين أول الحديث أو وآخره، ولا المسألة منفصلة؟ في ربط ولا ما فيه؟ في ربط. فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني إن كنتم تريدون هذه الرؤيا وترغبون في تحصيلها فانصحوا لأنفسكم في ألا تغلبوا على الصلاة. خص صلاتي الفجر والعصر لأنهما أعظم الصلوات المفروضة، لأنهما أعظم الصلوات المفروضة. وقد ورد في فضل هاتين الصلاتين نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة تدل على فضل هاتين الصلاتين وعظم مكانتهما. فإذا كان الرجل مضيع للصلاتين فهو لما سواهما من الصلوات أضيع، وإذا كان مضيعا للصلوات فهو لما سواهما من أمور الدين ماذا؟ أضيع. إذا كان أعظم العبادات البدنية مضيع لها فأمور الدين الأخرى تخف عنده ويضعف ميزانها لديه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينصح لنفسه بالمحافظة على هؤلاء الصلوات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، ولقد رأيتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافقا معلوم لها. فميزان الصلاة خف عند كثير من الناس الآن، وغلبوا على الصلاة، غلبهم على الصلاة أمور كثيرة. وانظروا جمال النصح في هذا الحديث، قال إن استطعتم ألا إيش تغلبوا، هذا يشير إلى أن هناك أمور ماذا ستغلبكم على الصلاة، هناك أمور ستغلبكم على الصلاة. ما هي؟ هل حدد شيء معين؟ ما حدد. هناك النوم، كثير ما يغلب الناس على عن صلاة الفجر النوم، يسهرون إلى الواحدة إلى الثانية ليلا وينام عن صلاة الفجر، وإذا نام عن صلاة الفجر حرم بركة اليوم وأصبح خبيث النفس كسلانا كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الفجر على الخصوص خف ميزانها عند كثير من الناس، إذا بإلى المساجد تراها تمتلئ في كثير من الأوقات إلا الفجر، ترى قلة الذين يشهدون، ولا سيما وقت الصيف سهر بالليل ومكيف بارد ووسادة وثيرة ويلقى بالرأس بعد التعب عن وسادة، وإذا قيل له يا فلان لماذا ما صليت الفجر يقول رأسي ثقيل. ما نصح لنفسي؟ اسمعوا هذا الحديث، أنا أنصح لكم ولنفسي. رأيت حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها أحد الصحابة كان صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل، يعني إذا نام بليل لسبب من الأسباب، أقام ساعدة بهذه الطريقة ووضع خده على كفه ونام. إذا كان نام متأخر من الليل، ليش هذه النومة؟ لأن إذا مكنت لرأسك على الوسادة ونومك متأخر وجسمك متعب ما تقوم. ولهذا اسمع النصيحة، قال إن استطعتم ألا تغلبوا، يعني هناك أمور ستغلبكم على الصلاة. النوم قلنا يغلب، الجلسة يغلبون، يجلس بعضهم مع بعض أصدقائه في سالفة تافية وكلام ما نقيمة، والصلاة نادى بها حي على الصلاة قد قامت الصلاة، يتحدث مع صاحبه ويمازحه ويضحك ولا يبالي بالصلاة، مغلوب مهزوم. بعض الناس الآن يغلبه على الصلاة فنجال الشاهي، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، يصب الشاهي يجلس يشرب ولا يبالي، مغلوب.
والله غريبة هذه وهزيمة.